أهلا بكم. هل انهار اتفاق أوبك بلس؟ عاملان أساسيان ساهما في إفراغ السوق بكميات ضخمة من النفط خلال الفترة الماضية. الأول، فشل الاتفاق بين الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارجها، وقيام المملكة العربية السعودية بإفراغ السوق بكميات من النفط تجاوزت حصتها السوقية. الثاني، حالة الإقلاق الكامل للاقتصادات في العالم بسبب فيروس كورونا، وبدأ يدور خلف الكواليس الحديث عن تصدع تحالف أوبك بلس الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2016 باتفاق أكثر من 10 دول من خارج الأوبك والدول الأوبك فيما عرف بتحالف أوبك بلس، والذي تم الاتفاق فيه على خفض الإنتاج. الاتفاق كان ثمرة جهود وتفاهمات بين أوبك والمنتجين من خارجها في عدة عواصم، بدءا من الجزائر ومرورا بالدوحة حتى توج في فيينا نهاية ديسمبر 2016 بالاتفاق بين الأوبك والمنتجين من خارجها. وبالفعل استمر اتفاق أوبك بلس لسنوات إلى أن انهار في مارس 2020 بسبب رفض روسيا مقترح أوبك بخفض الإنتاج عند مستويات 3.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020. بضغوط سياسية من دول كبرى ومن المنتجين أنفسهم، اجتمع تحالف أوبك بلس ثانية وتم الاتفاق على خفض بحوالي 10 ملايين برميل في اليوم في اتفاق وصف بالتاريخي. ورغم ذلك لم ينقذ الاتفاق أسعار النفط التي واصلت الهبوط عند مستويات تاريخية بسبب امتلاء منشآت التخزين وحالة الإقلاق الكاملة في اقتصادات العالم. ويبقى السؤال، هل يصمد تحالف أوبك بلس أم أننا سنشهد تصدعا في المستقبل؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم.